أهلا بكم. في مؤتمر صحفي أجراه عبر الهاتف أمل المبعوث الأمريكي ليندر كينغ في أن تسهم مساعدات بلاده الإنسانية بتقدم عملية السلام في اليمن، مع تأكيده على أن استمرار الهجوم الحوثي على مدينة مأرب يعد أكبر أسباب تعطل الحلول السلمية. نتابع المزيد في هذا التقرير. تغير المبعوث الأممي إلى اليمن، ولم يتغير اليمن في كونه أسوأ أزمة إنسانية. فعلى مدار الانقلاب الحوثي والنزاع المستمر منذ عام 2014 وهو غارق في معاناته، ومن الباب الإنساني يأمل المبعوث الأمريكي ليندر كينغ في تحقيق تقدم بعملية السلام المعلقة بإعلانه تقديم الولايات المتحدة 165 مليون دولار كمساعدات إضافية لليمن. وهذه الخطوة باعتقاد ليندر كينغ ستخفف من حدة المعاناة وستنقذ أرواحاً عدة. وفي إعلانه عن المساعدة الأمريكية جدد ليندر كينغ دعوته للأطراف اليمنية بوقف إطلاق النار في مدينة مأرب، واتهم الحوثيين بتعطيلهم لجهود السلام عبر استمرارهم في الهجوم على المدينة الحاضنة للتجمع المدني الأكبر، مع التأكيد على أن الميليشيا تستخدم ميناء الحديدة لتمويل العمليات وتغذيتها عسكرياً، وهو الميناء الذي لطالما زايد عليه الحوثيين بكونه معبراً للغذاء والدواء، إلا أن الحقيقة تقول أنه المسلك الآمن لعبور السلاح الإيراني إلى الأيادي الحوثية. في لقائه الصحفي وضع ليندر كينغ يده على بعض جروح اليمن بإظهاره مدى سوء الحالة الإنسانية، مع تسليط للضوء على حقيقة ما يجري في ميناء الحديدة. والعالم يترقب خطوات المبعوث الأممي الجديد بآمال في رؤية جديدة تخرج اليمن من أزماته وتحاسب المعطل للسلام. للنقاش ينضم إلينا من القاهرة الباحث العسكري والاستراتيجي العقيد يحيى أبو حاتم. أهلا بك سعادة العقيد. إذن ليندر كينغ وأخيرا تحدث عن الطرف المعطل وسماه يعني بصورة واضحة جماعة الحوثي واستخدامها لميناء الحديدة لإطالة أمد النزاع، وأنها لا تريد السلام بعكس الشرعية. حياك أخي مفرح وجميع مشاهدين قناة الإخبارية. أعتقد أنه يعني أتى هذا الاعتراف الواضح من قبل الولايات المتحدة بأن جماعة الحوثي هي المعطلة متأخرا كثيرا حقيقة. نحن ومن خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه القناة والشاشة الموقرة تكلمنا مرارا وتكرارا على أن ميناء الحديدة يستخدم من قبل جماعة الحوثي لتهريب الأسلحة الإيرانية والخبراء الإيرانيين وكل ما يطيل أمد الحرب في اليمن ويهدد الملاحة البحرية ويقتل أبناء الشعب اليمني. وتحدثنا على أن جماعة الحوثي هي من تعطل العمل السياسي في اليمن وأنها جماعة راديكالية عقائدية متطرفة. هناك الحكومة الشرعية تحدثت عبر يعني قنواتها السياسية والدبلوماسية للعالم، والتحالف العربي أوضح ذلك للمجتمع الدولي مرارا وتكرارا. إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية حينما تسلمت السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت عبر ممحكاتها مع الإدارة الأمريكية السابقة إلى نصف كل القرارات التي كانت قد اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت قد وصلت إلى قناعة مطلقة أن جماعة الحوثي هي جماعة راديكالية وجماعة إرهابية وتم إدراجها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية. ثم ذهبت هذه الإدارة الحالية إلى رفع هذه الجماعة من ضمن قوائم الإرهاب، وذهبت لمغازلة إيران على حساب اليمن واليمنيين وعلى حساب أمن واستقرار المنطقة. اليوم الولايات المتحدة يعني بدأت يعني تلوح على أن أو تعترف أن جماعة الحوثي هي معطلة للعمل السياسي، وأن جماعة يعني تستخدم موانئ الحديدة للعمل التخريبي وللعمل العسكري ولتهريب الأسلحة وكل ما يطول أمد الحرب في اليمن. فهل ستتخذ الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا السؤال، هل ستتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارات حازمة وصارمة؟ ولا نريد نحن أقوال، نحن نريد أفعال ضد هذه الجماعة ومن يمولها، وأنا هنا أعني النظام الملالي في إيران الذي يدعم كل الجماعة الإرهابية، أم أنها ستبقى تصريحات لدغدغة يعني العواطف أو للشد والجذب مع هذه الجماعة ومع من يمولها؟ نحن أمام ماذا تعتقد؟ ماذا تعتقد أنت إذا كان ليندر كينغ وفي تصريحات سابقة فهم منها بأنه يدعم شرعية ميليشيا الحوثي، وإن كان الرجل اعتذر لاحقا وقال بأنه فهمت خطأنا، الآن هناك تغير في موقف ليندر كينغ.
كينغ وبصورة كبيرة، فهل يتغير الموقف الأمريكي تبعا؟ أخي، أولا الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات استخباراتية ولديها معلومات مؤكدة ويعني وجلية أن جماعة الحوثي جماعة راديكالية عقائدية متطرفة وإرهابية ومدعومة من إيران وتقوم على زعزعة أمن واستقرار المنطقة. فالقرار سيبقى في أمريكا هو قرار استخباراتي يعني عسكري في الدرجة الأولى، هو من يعني يصنف السياسة الخارجية أو من يوضح معالم السياسة الخارجية. نحن يعني لا نريد أقوال، نحن نريد يعني أفعال على الأرض كما تكلم. في حال ما يعني أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قرارات ومن ضمنها إعادة جماعة الحوثي إلى قوائم الإرهاب، هنا يعني سيتفهم الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت يعني تتجه نحو الاتجاه الصحيح، ألا وهو محاربة الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران ودعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي في محاربة هذه الجماعة الإرهابية وكذلك تأمين الملاحة البحرية وتأمين المنطقة. ما لم فإنها ستبقى كما تكلم أخي الكريم لعب على يعني على أوتار السياسة، وهذه ستضر يعني ليس باليمن ولكنها بالمنطقة. اليوم جماعة الحوثي لا تهدد اليمن ولا تقتل أبناء الشعب اليمني، لكنها تهدد الملاحة البحرية بشكل رئيسي، تهدد دول الجوار، تهدد منابع الطاقة، باتت اليوم الذراع الأكبر لإيران في المنطقة. وما استقبال إيران يعني رئيس النظام الإيراني الإرهابي إبراهيم رئيسي لمندوب جماعة الحوثي، يعني قبل أن يستقبل مندوب جماعة الحشد الشيعي اصلا في العراق او مندوب حزب الله، الا دلاله واضحه على ان جماعه الحوثي هي الذراع الاكبر لها في المنطقه، وانها تستخدم هذه الجماعه في تنفيذ اجندتها في المنطقه وتهديد المنطقه. طيب، وكان هناك اشاره من ليندر كينغ عن هذه النقطه او علاقه الحوثيين بايران، ساتي معك لنقاشها. لكن تمكن الجيش اليمني بمسانده من مدفعيه وطيران التحالف دعم الشرعية من صد هجوم لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في منطقة الملاحيض بمحافظة صعدة، حيث أحبط الجيش هجوما لمجموعات متسللة من ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع الجيش اليمني في قرية المجدعة بمديرية الظاهر، تمكن من قتل وجرح عدد من مسلحي الميليشيا ولذا الآخرون بالفرار. كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات الميليشيا ودمرت آليات عسكرية كانت في طريقها لإسناد المجموعات المهاجمة. تمكن مشروع مسام خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس من العام 2021 من انتزاع أكثر من 1400 لغم، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للحفاظ على حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن. المنظمة الحقوقية اليمنية تكشف عن تقرير يوثق مأساة الطفل اليمني وتجنيد الحوثي له في صفوف الميليشيا. نتابع. طيب عقيد يحيى، العلاقة بين إيران والحوثيين لا تساعد على إيقاف الصراع في اليمن، يقول ليندر كينغ، وإذا أراد الحوثيون تحسين أوضاعهم فعليهم تخفيض علاقتهم مع إيران. هل تعتقد بأن في هذه التصريحات أمر جديد أم أنه هناك ضغط مستقبلا سيكون على فصل الحوثي عن إيران من أجل المضي قدما في عملية السلام؟
أخي الكريم، أولا ما يربط جماعة الحوثي بنظام الملل في إيران ليست المصالح وليست العلاقات متبادلة لكنها تبعية مطلقة. جماعة الحوثي ليست إلا فصيل من فصائل الحرس الثوري الذي أنشئ خارج حدود دولة إيران من قبل الهالك قاسم سليماني. هذه الجماعة شأنها شأن حزب الله في لبنان، شأنها شأن الحشد الشيعي في العراق. هي تدين بالولاء المطلق نظام الملل في إيران، ومن يدير العمليات العسكرية والسياسية في اليمن هم خبراء إيرانيون. ولذلك نقول أن إيران تكفلت بدعم هذه الجماعة سياسيا وعسكريا وإعلاميا، ويعني تكفلت بها يعني من جميع الاتجاهات. ومن يقول أن جماعة الحوثي قادرة على أن تفصل موقفها وتفصل نفسها من إيران فهو واهم، والولايات المتحدة الأمريكية تعي ذلك. وما زال هذه التصريحات هي كما تكلمت أخي الكريم هي اللعب على أوتار السياسة. هي تعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن جماعة الحوثي تم تجهيزها من قبل إيران وتدريبها وتسليحها ودعمها إلى هذه اللحظة التي أتكلم معك فيها أخي الكريم، وما زالت إيران تدعم وستظل تدعم. وهناك تصريحات قبل يوم يعني من يومنا هذا ظهرت على يد أو على لسان أحد القيادات الإيرانية الكبرى، وهو يقول أن معركة مأرب هي معركة يجب أن تحسم من قبل الحوثيين، وأنها ستحدث فارقا، وأن إيران تهتم بهذا الموضوع. هناك تصريحات قبلها بيومين لمتحدث جماعة الحوثي محمد عبد السلام، وهو يقول ويقر أن جماعة الحوثي تتلقى دعما كبيرا جدا في الجانب العسكري في تدريب ميليشياتها. أيضا هناك تصريحات مماثلة لقيادات إيرانية يعني تصور جماعة الحوثي أنها فصيل من فصائلها، وهي فعلا تتحدث وهي صادقة. إذن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل بجدية مع الملف اليمني، لأن الملف اليمني وخصوصا جماعة الحوثي كما تكلمت وأعيد وأكرر سيصبح مسألة معقدة وشائكة، وستبلغ يعني حينها تكلفة تحرير اليمن من هذه الجماعة الإرهابية يعني ستكون التكلفة كبيرة. ويجب أن يدعم موقف المملكة العربية السعودية الذي يدعم الحكومة الشرعية ويحارب هذه الجماعة الإرهابية بشكل أكبر، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، حتى يتسنى للأمم يعني للمملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية بسط الأمن والاستقرار في جنوب الجزيرة العربية. ما لم فإن التهديد كما تكلمت لن يستهدف اليمن ولن يستهدف دول الجوار، ولكنه سيستهدف المنطقة برمتها. العقيد دكتور يحيى أبو حاتم الباحث العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.